يسوع يعلم عن الصوم. وعندما تصومون لا تكونوا عابس الوجوه، المنافقين الذين يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد نالوا مكافأتهم. أما أنت فعندما تصوم فاغسل وجهك وعطر رأسك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يكافئك. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسدها السوس والصدى وينقب عنها اللصوص ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسدها سوس ولا ينقب عنها لصوص ولا يسرقون. فحيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك. العين مصباح الجسد، فإن كانت عينك سليمة يكون جسدك كله منورا، وإن كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلاما فما أشد الظلام. لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين، لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر، وأما أن يلازم أحدهما ويهجر الآخر. لا يمكنكم أن تكونوا عبيدا لله والمال معاً.